الاستاذ الدكتور محمد القرن بدران نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، وحقيقه هو رحب بالفكره وقدم كل الدعم لنجاح هذا المؤتمر، وتم الموافقه عليه في مجلس الجامعه. فكره المؤتمر بتقوم على ان كل طالب لديه فكره، سواء فكره علميه او فكره بحثيه، بيقدمها في صوره بحث. هذا البحث احنا بنتوصل من خلال النتائج اللي توصل ليها الطالب لحل مشكلة مولودة في المجتمع، تدريب الطالب على البحث العلمي، تدريب الطالب على المشاركة في المؤتمرات، ازاي هو بينظم مؤتمر، الافكار الابداعية بتاعت الطالب بتخرج فيه صورة بحوث، بتعالج قضايا، بتعالج مشكلة. والصراحة حقيقة يعني الكليات المشاركة كلها معظمها بحوث كانت افكار جيدة جدا، افكار قابلة للتطبيق، منها افكار ترتقي لانها تكون بحوث ماجستير او دكتوراه. فالصراحة يعني كان في تميز من الطلبة في الأفكار بتاعتهم. دكتور عصام، حضرتك الهدف وراء إنشاء المؤتمر الطلابي الأول ده في جامعة بن الوادي؟ الهدف إن أنا زي ما قلت لحضرتك إن أنا بدرب الطالب على فكرة البحث العلمي، إزاي الطالب أنا بمرنه إزاي يعمل بحث علمي كويس، إزاي يكون عنده القدرة على حل مشكلة في صورة بحث علمي، لأن إحنا في كل الشعوب وكل الدول المتقدمة قائمة على التقدم في البحث العلمي. فمن هنا احنا بندرب الطالب ازاي الافكار الابداعيه دي تقدر تخرج في صوره بحوث ما تكونش حديثه العقول، او الطالب عباره عن شباب كلهم، معظم الطلبه المتقدمين يعني مقدمين افكار جيده كلها بتجد حلول لمشاكل موجوده فعلا في المجتمع. دكتور عصام، حضرتك حابب فكره المؤتمر العلمي الطلابي بعد ان عرضته على الدكتور عباس محمد منصور ونائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، حابب حضرتك تكرر تاني المؤتمر الطلابي مرة أخرى داخل جامعة بن الوادي؟ طبعا إن شاء الله، يعني إحنا ما فيش أي فكرة إحنا بنتقدم بها للأستاذ الدكتور عباس محمد منصور رئيس الجامعة، يعني بنلقى كل الدعم وكل الترحيب بها، وخاصة لو كان طلبة، لأن هو يعني دائما هو رائد في التنمية في جنوب الوادي على المستوى العام. فكل الأفكار اللي إحنا بنتقدم بها يعني دائما بيحسنا على إن إحنا اللي عنده فكرة نتقدم بها، ومجرد إحنا بنتقدم بها الفكرة فنلقى كل سواء من السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه او السيد الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب. فالفكره المؤتمر اول مؤتمر يقام للطلبه في جامعه جنوب الوادي ان شاء الله، يعني السنه دي كان على المستوى المحلي، وان شاء الله في فرصه بعد كده هيكون على مستوى الجامعات المصريه.